الزكية. انا اسف، انت حضرتك عودتني اقول الصراحه. ايه حضرتك؟ انا خلطت الاسمنت الابيض على الدقيق بدون قصد. ايه ده على الدقيق اللي بتعمل ده؟ اه طب خلاص ارغوه 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 يترمي كله. ما في مشكله تانية. ايه تكلمت ولا ايه؟ كلمت يا فاشل يا فاشل، يعني مالكش اي فايده؟ يلا يلا من قدامي جنن ده ولا ايه؟ ايوه اللي احنا سمعناه ده صحيح؟ ايه ده؟ كنتوا بتقولوا اسمنت ابيض وحاجات كده. ده على ايه؟ حاجه ليها دعوه بالاكل اللي احنا بناكله يعني؟ انا هستاذنك في حاجه يعني ممكن تعملي ستوب الاكل. ستوب يا جماعه الاكل معلش. احنا ما كناش سمعنا، ما كانش حد هيقول لنا ستوب الاكل. وريني انتوا بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ مش حاجة تتعمل. وقفوا الضرب خالص. لما تتعب تشيله وتعمل ده تمسيبه. الولد خد الاسمنت الابيض بتاع الحوت كان بيصلحوه، افتكروا تبع الدقيق ده لو على البتاع وعمله. طب احنا كلنا، احنا فعلا كلنا خلاص. يعني ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ حضرتك كلتي؟ اه اهي. ايه الحل طيب؟ يا مدام انا بقول ما تاكلوش. بتاكلي انت عايزه تسجنينا يا ست؟ انت حد منكم دكتور او في حد يعرف تقيس؟ أيوة دكتور. ايوه انا دكتور. حضرتك ايه؟ دكتور. حضرتك دكتور؟ ايوه. طب قول لنا نعمل ايه حضرتك؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل يا فندم غلط عباس المتخلف ده دلق الدقيق على الاسمنت الابيض وعمل منه بيتزا للناس. اه دقيق على اسمنت ابيض. ايوه دقيق على اسمنت ابيض. اه حد دلوقتي يروح ضروري الصيدليه يجيب سلفات البلوليليوم. سلفات البليليليوم معاها 2 ماء مقطره. ماء مقطر. سلفات البليليليوم. 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 ايوه. وماء مقطر حاضر. بس كده يا نجاتي. يا دكتور. ايوه. طب ده ايه مطهر يعني؟ هو كويس. طمنه بس. طمنه. طب ايه الاعراض اللي ممكن تظهر للاكل ده يعني؟ في حد ممكن يجرى له حاجه؟ انت حاسس بحاجه؟ لا انا ما اكلتش بيتزا. ابتديت اتعب. انا احملك المسؤوليه لو حصل اي حاجه انت مسؤوله قدامي. ايوه ما احنا مش هنهرج. لا حضرتك ما تغلطش فيا واحترم قناصتي. ومفيش حد اكل هنا غيرنا احنا بس؟ ايوه حضرتك كلت بيتزا انت وهو. في حد تاني كل بيتزا؟ لا ما كلتش. اه معلش كله تمام. وهيجي دلوقتي الولد. الصبر جميل حضرتك، الصبر جميل. الله يرحمك يا بابا قالها لي حكمه. صبر جميل يا زكيه قالها ومات. مدام احنا واكلين جبس يا مدام. لا مش جبس، اسمنت ابيض. اسمنت زبد. معلش تفرق؟ تفرق في ايه؟ ارجوكي ما تقلبيش عليا المواجع. مواجع ايه؟ حد جاي جنبك خالص؟ انا حصل بقى. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ يا خبر ابيض. الورده مش محطوطه يا مغاوري. ده وقت ورد ده؟ 4:30 في الضوء. ايوه. 1 2 3 4 النص دي ازاي بقى؟ ثانية واحدة مثلا اظبط النص كده. بليز افتحي معلش. ايوه كمل كده. 1 2 ده ايه ده حضرتك؟ 2 بيتزا. ايوه. 1 ايه؟ 28. الحساب كله 65. ماشي. ايه ده بقى؟ في حاجة تحت كده. ايه طبيب؟ طبيب. ايه طبيب ده؟ وحاجة حاطة لي على الفاتورة طبيب وحاطة لي بيتزا والبليلينيوم. حاجة هيمشي. هكمل شنابيل قدرة؟ يمشي؟ يمشي راح فين؟ حتى لو مشي هجيب لك فلوسك لغاية العيادة بتاعتك. فين العنوان بتاعك؟ أنا ما عنديش عيادة، أنا دكتور بيطري. بيطري؟ بيطري. ده شغلي أب. كم واحدة حضرتك؟ 4:30. 4:30. هيتحطوا ورا بعض طوالي الأربعة. واحدة واحدة. واحدة واحدة. يعني حكاية النص دي غريبة شوية. يا ست خلصيني يا ست. حاضر حاضر. يا ست خلصيني الراجل بيجي بسرعة. حاضر حاضر حاضر. الدكتور ده، الدكتور ده مش أستشيره ولا أسيبك يعني تموت في إيديا؟ حب. يعني كده يعني؟ خلصيني. طب حط بتاع. طب بالراحة في إيه؟ حط الدواء. ده إيه ده؟ إيه النرف ده اللي هو فيه ده؟ يعني حضرتك أنت عايز أفهم عشان أبقى فاهمك. يا ست خلصيني، يا ست خلصيني. ايه ده؟ ما تخلصين. في ايه حضرتك بتزعل ليه؟ هو كده ما انت بيقول لك حط دواء وانت مش قادر تحط دواء. هو انا شغاله عندك يعني؟ ايوه حطيه دواء. بقول لك ايه اكسرها في الارض ما تكسريها ولا تهببيها. اهببها يعني ايه؟ حط الدواء بقول لك. طب احطها عشان احط الدواء. ادي واحده اهي شفطتها. 2 شفط بقى. 3 شفط اهي. 4 استنى بقى عشان اقطف دي. النص دي ازاي بس يا رب؟ اهي اهي